انت؟ ايه لكشمي هون؟ تفضل فوت، تفضل. آسف لأني جيت من دون موعد، كان عندي اجتماع وكنت رايح أحضر الاجتماع الثاني، وقت شفت أنه في مكالمة فائتة من لكشمي قلقت عليها، وبعدها حاولت اتصل فيها بس ما عم بترد علي، لهيك انشغل بالي واجيت لهون. وين لكشمي؟ ما حدا خبرك؟ معقولة ما حدا خبرك؟ ما عم بفهم شو بتقصدوا انتو؟ وين لكشمي؟ صار لشي قولوا لي. لكشمي منيحة بس. بس شو؟ الحقيقة انه شالوه مخطوفة، والخاطف طالب 5 مليون، اخدت له لكشمي المصاري، بدها تعطيه هون وترجع شالوه معه على البيت. شالوه مخطوفة؟ وخمسة مليون؟ لهيك هي كانت عم تتصل فيك على الموبايل أخي، هي بس كان بدها ياك تساعدها، ما كان في حدا غيرك تلجأ له، كنت أنت الوحيد يلي بتوثق فيه، بس حضرتك ما رديت على مكالمتها. هلأ شفت موبايلي. بس عائلتك بتعرف كل شيء. لكشمي راحت لعندهم ليساعدوها، بس هن وقتها رفضوا يعطوها ولا حتى روبية واحدة. وليش ما حدا خبرني بهالشي؟ لأنك ما كنت هنيك. انتظروني. لا وقف، عملت اللي بدك تعمله. طلبت منهم يعطوها المصاري وحكيتهم بطريقة قاسية. ايه اكيد انت كنت رح تعمل نفس الشي، مو هيك؟ وريشي اخذ هاي المصاري معه، واكيد هلا بيكون عطى هاي المصاري للاكشمي. شو؟ لا رنو، انت غلطتي لانك عطيتيهم المصاري. شو؟ اكيد بهيك حالات ما لازم ندفع لهم، انا بعرف حدا متخصص بقضايا الخطف وهو اللي حل قضية سرقة البنك، المحقق راكيش. هو حكالي كتير قصص عن عمليات الخطف اللي عم بتصير، وقال لي إنه بأغلب الأحيان الخاطف بيكون حدا من نفس العيلة، قصدي الأشخاص اللي بيكونوا مقربين من العيلة. منيح إنه هذا الرجال ما كان موجود، بدل ما يعطيني المصاري كان بعتني على السجن. أنا رح أتصل فيه هلأ وهو رح يحل القضية بثلاث ساعات، وهلأ بتشوفه. رح أتصل فيه فوراً. سلامات راكيش، بدي أحكي معك بموضوع. أنت غريبة بالنسبة إلي. ماما لكشمي مالا غريبة. البنت كانت عم تبكي وانتي سكرتي الباب، كيف قدرتي تعملي هيك؟ رح احكي مع لكشمي.